باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في إنجيل هذا اليوم وهذا الصباح يقول لنا إزاي إن الكتب والفريسيين كانوا متذمرين لأن المسيح كان يأكل مع العشارين والخطاة اللي معروفين إنهم خطاة، لكن المسيح له المجد رد وقال: فأجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الأقوياء إلى الطبيب، بل ايه؟ مين؟ هنا بيقول المتألمين، المرضى او المتألمين يعني الايه؟ التعبانين اللي حاسين ان هم متألمين، لاني لم آتي لادعو الابرار بل الخطاة الى ايه؟ التوبة. فكلمة المتألمين ديت يعني واحد خاطي ومتألم من خطيته وحاسس ان هو ضعيف ومسكين وبيصرخ لربنا. وعشان كده الانجيل اللي اتقرا في العشية كان بيتكلم على اتنين، واحد فريسي وواحد ايه؟ عشار. الفريسي مش حاسس بخطيته، بيقول: اللهم اني اصوم مرتين في الاسبوع وبعشر كل مالي. امبارح اتقرا الكلام ده في انجيل عشية، يقول هوت: اللهم اني اشكرك لاني لست مثل باقي الناس الخطافين او الخاطفين الظالمين والزناة، بيتهم الناس هو، ولا مثل هذا العشار، وبيشاور على مين؟ على العشار، لاني اصوم مرتين في الاسبوع واعطي عشر كل ما اقتنيه. اما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه، وأقول كده نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي فإني خاطئ. أقول لكم أن هذا صعد مبررا دون إيه؟ دون ذاك. يبقى اتنين، واحد حاسس بخطيته ومتألم جدا، والتاني مش حاسس، حاسس انه بار وحاسس انسان كويس. فالله لم يلتفت للايه؟ للي حاسس انه بار. اما اللي حاسس انه خاطي فبقول انا جاي عشان خاطره. جميل قوي لما تشوفوا الانجيل ابتدى بداية جميلة اللي قريناه النهاردة، اقول ايه لما تاخدوا بالكم كده، يقول: وبعد هذا خرج يسوع. صوروا ان المسيح خرج، خرجت من السماء يا مسيحنا القدوس وجيت، ولا خرجت من البيت ما كانش له بيت يعني يسند فيه رأسه، لكن خرج ماشي في وسط الناس. وخرج، خرج ليه؟ بيدور عليه، بيدور على ناس أبرار، ناس كويسة؟ لا، خرج بيدور على ايه؟ فنظر عشارا اسمه لاوي. طب ما في ناس كتير يا رب يسوع موجودين قاعدين في المكان ده، ناس عشارين وغير عشارين، لكن بص لمين؟ لواحد اسمه لاوي بالذات. لاوي ده اللي عايزه. لاوي ده كان بيئن جوه قلبه، حاسس بضعفه، حاسس انه خاطي، وحاسس انه وحش ومنتظر. عشان كده المسيح قال له: انت عايزني وانت خاطي وانت وحش وانت حاسس بضعفك، انا جيلك. فالمسيح يجي للخطاة الذين اولهم ايه؟ اولهم انا. مشكلة كبيرة ان الواحد ما يحسش بخطيته ويحس انه هو تمام التمام وما يحسش باللي هو بيعمله. واقول لك انا ابن ربنا، كويس انك ابن ربنا، كويس انك بتفتخر انك ابن ربنا، لكن هل تعلم انك في اشياء كثيرة نعصر جميعنا؟ هل تعلم بضعف طبيعتك وانك ضعيف ومسكين، وانك ضعيفة ومسكينة، وبنغلط في اشياء كتيرة، بنعصر جميعنا. لازم الانسان يبقى عارف ضعفه عشان يتحنن عليه. مين يتحنن عليه؟ ربنا. ولو ما عرفش ضعفه ربنا هيعلن له ضعفه. يعني ايه؟ يعني يسمح ربنا ان يشيل ايده شوية كده لما اعرف ضعفي ويبان ضعفي، يقول لي بعد كده بقى جيلك. لكن ما جيلكش وانت حاسس انك ايه كويس. عارفين الشاب الغني اللي جه للمسيح بيقول له: ماذا افعل لارث الحياة الايه؟ الابدية.
فالمسيح قال له احفظ الوصايا، قال حفظتها من وانا عيل صغير قد كده منذ حداثتي. وبعدين يقول له ايه؟ يقول له يجرأ ويقول للمسيح ايه؟ وماذا بعد هذا؟ ماذا بعد ايه هذا؟ اعمل ايه تاني؟ تعمل ايه تاني؟ طب المسيح كشفه بقى، قال له هقولك حاجة، مش انت بتعتبر ان انت عايز تعمل صلاح، ولان ما فيش احد صالحا غير واحد وهو ايه؟ وهو الله. وبتعتبر نفسك كامل؟ طب اذهب وبيع كل مالك لو انت كامل بقى، سيب كل حاجة كده وتعالى ربنا من غير كل حاجة كده، وقول له امشي معاك على طول انا كامل، بدل انت كامل بقى تعالى مشي وراه على طول كده وسيب كل حاجة. يقول ذهب مضى حزينا، كشفه المسيح، كشفه. يبقى اذا لو ما عرفتش ضعفي، انا ما عرفتش ضعفي، اللي هيحصل هيظهر لي ربنا ضعفي. عشان كده افضل احكم من الافضل ان احكم على ايه؟ على نفسي. والاحكم على نفسك قبل ان يحكموا ايه؟ عليك. يريد الانسان يبقى سهران. يعني ايه سهران؟ سهران يعني مصحصح للي بيقوله، مصحصح للي بيفكر فيه، مصحصح وعارف انه تراب ورماد، زي ما ابراهيم قال كده، قال له تراب ورماد انا، وقد شرعت ان ايه؟ ان اكلم المولى. انا تراب ورماد، انا ما اسويش حاجة، انا ما اسويش حاجة. يقول كتاب مقدس ان اغلب الناس ينادون بصلاحهم، كل واحد بينادي بايه؟ بصلاحه. تعالوا شوفوا ناس بيتعاتبوا كده، قالوا لا انت الغلطان، انت مش واخد بالك، انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وعملت معاك وعملت معاك خير، وعملت خير في الموقف الفلاني والموقف الفلاني. صلاحه، كل واحد ينادي بصلاحه. لكن مين يقول اللهم ارحمني انا ايه؟ الخاطي، زي ما قال العشار ويتألم ان هو خاطي. بيقول طوبى للحزانة الان لانهم ايه؟ يتعزون. هيتعز لو هو حزانة. في وقت من الوقت ربنا قال في سفر حزقيال كده، قال له ايه؟ قال ايه؟ اختموا كل واحد بيئن على جبهته. يعني ايه بيئن؟ يعني بيئن ومتضايق من الشر، متضايق من الشر، بيئن من الشر، مش ايه؟ مش بيبلعه. في واحد يقول لك يشربون الاسم كالايه؟ كالماء. عشان كده كون الانسان يعرف خطيته دي حاجة حلوة جدا. فالمسيح خرج ونظر مين؟ لاوي. وبعدين يقول له ايه؟ جالسا عند مكان الجباية. فقال له فقال له اتبعني. قال له ايه؟ اتبعني، تعال اتبعني يا لاوي. يا رب انت بتكلم راجل عشار قاعد قدام خزنة قد كده وكل يوم بيطلع كذا، مين يتبعك ده؟ قال لا، ما انا عارف انا بكلم مين، انا فاحص قلبه وعارف ان لما هقول له اتبعني هيتبعني. يعلم الله الذين له. هتقول اشمعنى لاوي؟ اشمعنى ده؟ حد يبص للاولاد اللي هناك يقعدوا، حد يقعد الاولاد اللي هناك. الله يعلم الذين له. الله شايف انين القلب وشايف الاتضاع بتاع القلب. يقول اتضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم فين؟ في حينه يرفعكم، في حينه، في حينه يرفعكم. الله يرفع في الحين المعين، ربنا يرفع هذا الانسان اللي حاسس بضعفه، اللي حاسس بضعفه. يبقى اذا ليه الراجل اللي ده الفريسي اللي كان فيه المرأة الخاطئة اللي دخل السكة بتطيب على رجلين السيد المسيح، ليه الفريسي ما حسش انه ضعيف، ما حسش انه خاطي؟ اصل هو كان مركز على ايه؟ ذاته جواه كبيرة. الذات الكبيرة ديت تخلي الانسان يعمل ايه؟ ينفصل عن الله. يعني ايه ذاته كبيرة؟ يعني حاسس انه هو يستحق حاجات كثيرة، يستحق كل خير، يستحق 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 يستحق. فعشان كده عايز يقول لربنا يا رب انا ايه؟ استحق حاجات حلوة كتير. لكن الست دي ايه؟ خاطئة.
ومش واخد باله. فالمسيح اعلن له خطيته، قال له انا دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي، قبلة لم تقبل. مهم يعني، فضل يقول له يقول له يقول له ويفهمه ويعرفه بقد ايه بخطيته. عشان كده لو مش حاسس انك ليك خطية او مش حاسة ان ليك خطية، اقف قدام ربنا قول له يا رب اكشف لي، اكشف لي خطيتي، اكشف لي يا رب ايه خطيتي، ادبني لكن برفق يا ربي وبحنية يا ربي عشان يبقى لي نصيب معاك. ترك كل شيء وتابع مين؟ وتابع المسيح. فصنع علاوي للمسيح وليمة وجاب فيها العشارين. صنع وليمة يعني ايه صنع وليمة؟ صنع وليمة يعني بقى بيعتز بالمسيح ويحس ان المسيح يشرفه ويفتخر بالمسيح ان يدخل بيته وان المسيح يأكل في بيته. زي ما زكى دخل المسيح بيته وقال المسيح ينبغي ايه ان امكس اليوم في هذا البيت لان ايه ده ابن ابراهيم، واليوم حصل خلاص. فنتيجة ان المسيح يدخل حياتك هيصنع هيشاركك حياتك ويبقى معاك ويبقى في وليمة دايما في بيتك، تفتخر انت بالمسيح والمسيح يبارك بيتك. انت تفتخر بالمسيح على طول والمسيح يبارك ايه؟ هيبارك بيتك لما يدخل المسيح لحياتك. بيتك ده حياتك، بيتك دي حياتك، هيبارك حياتك، يبارك كل تصرفاتك، شغلك، كلامك، حياتك كلها هتتبارك لان المسيح هيدخل جوه حياتك. فانت بتدعيه وتقول له يشرفني ويباركني ويديني قيمة ان انت تبقى ايه؟ تدخل وتاكل على مائدتي وتبقى انت رب هذا البيت، انت الرب بتاع هذا البيت اللي بيبارك البيت. دخول المسيح لحياة كل واحد فينا فرحة. بعد عنكم الناس اللي بعاد عن ربنا بتتألم فعلا لان مفيش معنى في حياتها، مفيش معنى في حياتها، كل حياتها خرام كده، كل ما يجي يسد خرم يلاقي خرم في ايه في ناحية تانية، وما فيش راحة، ما فيش ايه راحة، فيش بركة، فيش سلام. يقول إيه لا سلام قال ايه الهي للاشرار، ما فيش سلام، ما فيش سلام. لكن ولاد ربنا رغم ان ممكن يكون في مشاكل ومتاعب في حياتهم زي الناس كلها، لكن مسنودين بربنا وحاسين ربنا مبارك حياتهم وماشيين في موكب اسمه موكب النصرة ومتعزين ومملوئين سلام. فعشان كده الوليمة اللي عملها لاوي للمسيح في بيته وان المسيح يرضى يدخل بيت لاوي تعبر عن حياة ان المسيح يبارك حياتي ويدخل حياتي ويباركها كلها بكل ما فيها، بكل ما ايه فيها. حاجة تانية يقولها لنا الكتاب المقدس ان لاوي اللي هو متى العشار ده، اللي هو متى اللي كتب انجيله قديس متى، راح دعا العشارين، العشارين زملاته الخطاه، ودعا الناس وقال لهم تعالوا اقعدوا عشان ايه؟ عشان ايه؟ تتمتعوا بالمسيح. يعني دي حياه الخدمه وحياه الكرازه، لما ربنا يغير حياتك تلاقي انت كمان كنت سبب بركه لناس ثانيه، لبيتك، لاسرتك، لمراتك، لبنتك، لبنتي، لابنك، لزوجك. الحياة تتغير، انت تنور وتنور اللي حواليك كمان يتنوروا بسببك. يبقى بسببك يبقى ايه؟ يبقى تنير اللي حواليك وتبقى ابن للنور، ابن للنور. فلاوي او متى العشار عالم الوليمة ودعا ليها الايه؟ هؤلاء الناس اللي منبوذين عشان يخلصوا. اذا المسيح يدعونا دعوة مقدسة، دعوة المسيح لينا هي دعوة ايه؟ دعوة مقدسة. نيجي لنقطة المسيح يقول لهم، يقولوا له ليه تلاميذك مش بيصوموا؟ الكتب والفريسين بيقولوا له، هما بيقولوا له على سبيل الفخر والاعتزاز، زي ما يجي حد يقول لحد انا بصوم اكتر منك، احنا بنصوم كذا وكذا 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 وبنعمل ونسوي. فهنا المسيح قال لهم ايه؟ انه مش هيصوموا بدام العريس ايه؟
معهم. لكن لما يرفع العريس هيصوم، يعني ايه؟ يعني لما احس ان المسيح بحبة جفاف في حياتي، احس بحبة ايه؟ الصيام عبارة عن ايه؟ حاسس بحبة جفاف في حياتي، حاسس ان ايه؟ اني محتاج له، العريس عايزه يبقى معايا، اعمل ايه؟ اصوم عشان العريس يبقى ايه؟ يبقى معايا. اللي حاسس انه هو تمام التمام خلاص مش هيصوم، لكن اللي حاسس ان العريس مش معاه ومحتاج للعريس عشان يفرحه، مين هو العريس؟ المسيح، هيصوم. عشان كده صياماتنا كلها بنقول له يا رب تعالى اكتر، حتى لو انت في حياتي عايزك اكتر بقوة وبنعمة. الصوم كده، الصوم مش حبة مخلل وكلام مسبك واكل مش عارف شكله ايه واكل حلو وطعم وريحة حلوة، مش هو ده الصوم. الصوم انا عايز اتمتع بمين؟ بالمسيح. الست العذراء صوامة، من نوع الصوام اللي كانت بتصوم وتتمتع بحضرة الله، والملائكة معروف ان الملائكة كانوا يدخلوا ويطلعوا عليها كده بسهولة. فده الصوم، هو الصوم هو كأني بدعيه للوليمة اللي هيعملها لي، بصوم واقول له تعالى ايها العريس ما تترفعش عني وما تبعدش عني. الفريسيين بيفتخرهم الصيام، عندهم فخر، انا بصوم اكتر منك وانا بعمل كل ده عشان اخد مجد من الناس. لكن المسيح قال لهم ما ينفعش الكلام ده، لما تصوموا تصوموا ايه؟ عشان العريس، العريس اللي هو المسيح اللي هو المجد يبارككم اكتر ويكون معاكم. وده اللي حصل، ان التلاميذ صاموا لما المسيح صعد للسماء، صاموا عشان الروح القدس، وفعلا استجاب الله ليهم وايه وحل عليهم بالروح القدس، وبقى المسيح في حياتهم حالل في حياتنا وحياتهم بالروح القدس اللي بيعمل فينا. إذن الله النهاردة بيدعينا دعوة مقدسة جدا من خلال معرفتنا لضعفنا، احنا كمان بنقول له تعالى يا رب وايه وبارك حياتنا واجعلها وليمة دايما، اجعلها وليمة دايما تشاركنا وتبقى حياتنا حياة مبروكة. احنا يا رب اللهم ارحمني انا الايه؟ خاطي. او حد يقول لا انا خلاص مبقتش خاطي، لا يا حبيبي انت خاطي، انت خاطي وانت خاطي وانا خاطي، ونفضل نقول له انا ايه؟ الخطاه الذين اولهم ايه؟ انا. ان كنت انت بترفعني، لكن مش معنى كده ان انا انسى نفسي، ان انا انسى نفسي، انا خطاياي كثيرة ومحتاج للتوبة ومحتاج تطهرني ومحتاج تغسلني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، امين.